مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الكورس التعليمي لكيف ترقص في الأعراس. طبعا يا إخواننا الفيديو ده موجه لشريحة من المجتمع اللي هم اسمهم الناس الشتر. ما هو الشخص الأشتر؟ طبعا لكل أصدقائي الما سودانيين هو الشخص اللي ما بعرف يرقص، أو مثلا بيكون النغمة في جهة وهو في جهة، يعني مثلا الناس بتكون بتصفي كده وهو بيكون بيصفي كده. ظاهرة الشتارة دي تفشت في مجتمعنا بشكل كبير جدا جدا جدا، واحنا يعني لازم نتكاتف مع بعض عشان احنا نحد من الظاهرة دي. لكن برضو ان الناس الشتر نوعين، الزول اشتر وهو ما عارف روح اشتر، او يعني بيكون واثق من نفسه شديد وبيمشي يرقص. فانت لو كنت زول اشتر وما عارف نفسك اشتر، فانت الفيديو ده موجه للناس الشتر اللي عارفين نفسهم شتر وما بيعرفوا يرقصوا وما عارفين نفسهم يعملوا شنو. انت كشخص اشتر في حل لمشكلتك، وانا الليلة انا هساعدك. اول حاجة انا هتطرق لموضوع الرقيص في الاعراس. طبعا الاعراس السودانية انتوا عارفين بيكونوا يعني في كراسي، وبعدين في النص كده بيكون في دانس فلور عملاقة ويحتشد فيها اهل العروس والعريس، ويقومون ببضع من الحركات اللي هي طقطقة الاصابع ورقيص بالاكتاف. يعني انا بتخيل انه قدر شنو يكون الموضوع ده صعب بالنسبة لك، انه انت حابب انه انت تشارك الفرحة مع الناس لكن ما قادر. اول حاجة الناس ما عارفة انه انت ما بتعرف ترقص. طيب الناس ما حتعرف فشلك الحقيقي الا لو انت وريتهم. لو كشخص اشتر في البداية لازم believe in yourself وثق تماما انه انت يعني بعد التدريب هتغير توتلي وحتبقى انسان تاني بعد ان تتحلى بثقة بالنفس، وبعد ان تفهم انه اي رقاص خطير ده قاعد في نص الدانس فلور ده وصل للمرحلة دي من حياته بعد تعب، ما سعي بالمناسبة، وصل بعد تعب، وصل بعد محاولة، وصل بعد شغل على نفسه. فانت ذاتك لازم تشتغل على نفسك، عشان كده خلي خطواتك موزونة. نمبر 2، لازم تختار موقع استراتيجي في الدانس فلور شوية بعيد من الكراسي عشان الناس ما تجي تقول لك يلا تعال ارقص. وتاني لازم تختار موقع بعيد من السنتر اوف ذا دانس فلور عشان ما تعلق جوا مع المحترفين، وتاني تكون احرجت نفسك واحرجتنا وما في داعي للفيديو ده ذاته. لازم انت تفهم انه الحركة الاساسية اللي هو الصفقة لازم تبدأ بالصفقة. الصفقة انت كمبتدئ لازم انت اول حاجة تفهم كيف توصل الصفقة مع النغمة. فانت هتبدأ بالصفقة وهتبدأ بطقطقة الاصابع، هتعمل حركة عدد واحد صفقة وتتبع بعدد واحد طقطقة اصبع، وهتكرر الحاجة دي للابد، هتبقى ماشي بالريتم ده تزامنا مع كل صفقة. تحرك قدماك يمينا ويسارا طبعا كما هو موضح في الشكل الآتي. واحذر حركة القدمين دي ممكن تسبب لك الوقوع او التعثر، لانه كده كل الناس هتعرف انه انت فاشل. اشتر صفقة طقة اصبع يمين ويسار رجلين. بعد ما تكون اتقنت ثلاثة حركات دي حتكون انت كده عندك ثلاثة حركات وما حدش يقدر يقولك تلت الثلاثة كام. لازم تراعي الشروط التالية، اوعك تدوس في رجلين الزولك قاعد جنبك يمينا او يسارا، لانه كده برضه حيعرف انه انت فاشل. تاني حاجة ممكن فجأة كده يطلع لك زول يعاين لك كده ويبتسم ويرفع يده فوق ويقوم بممارسة طقطقة الأصابع. الحركة دي ما تخاف منها، هذا ما يسمى بالتبشير، هو هسه كده قاعد يبشر لك. انت كواجبك الوطني انه انت تقوم بتلبية هذه الدعوة وتبشر له. لازم ترفع يدك فوق لحد ما لو انت لابس جلابية يقوم الجلابية حقك يزحلق من هنا يصل لكتفك. بعد ما ترفع يدك فوق تقوم بالابتسام ابتسامة عريضة جدا والنظر في عيني الشخص الذي قام بابتداء هذه الدعوة. ثلاثة، اوعك لا تقوم بتلبية دعوة اي زول يرغب بالرقص بالاكتاف او يقوم بما يسمى بالعرضة. انت لسه مبتدئ، الحاجات دي قد تعرض حياتك للخطر وحياة الاخرين، لكن الموضوع لسه اكبر من كده بكتير. حترجع بيتكم وحتكون مشحون
بالطاقة والحماس. توجه لمرايات غرفتك وقم بتشغيل فيديوهات حفلات سابقة وقلد الحفلات دي وقلد الرقصات اللي بتشوفها في الفيديوهات السابقة دي. تذكر انت متعلم ولا شيء يدعو للخجل اطلاقا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الكورس التعليمي ده ولا اريد منكم سوى الدعاء. بليز 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 ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب اذا حبيتوا تشوفوا اكثر من هول الفيديوز. بدكم اعملكم اكثر توتوريالز فبليز خبروني تحت بالكومنتس. كثير بحبكم وبونسوار. I don't know why I turned Lebanese but it's so cool. Bye.